لكل اللي بيشتكي من حموضه او حرقان في المعده او حرقان في فم المعده او شعور بالغثيان، شعور بالتخمه، شعور بالامتلاء خاصه بعد الاكلات. اليكم المنتج السويسري الفرنسي الرائع، كان موجود في السوق المصري ولكن كان ناقص جدا الفتره اللي فاتت، بدا يرجع تاني السوق، وهو ريني اقراص. ريني اقراص الاقراص ديت اقراص بطعم النعناع، اقراص طعمها جميل جدا، بتتكون من مادتين فعالتين، كربونات الكالسيوم 680 ملي وكربونات المغنيسيوم 80 ملي. زي ما قلنا استخداماته بيعالج الحموضه والحرقان الموجود في المعده وحرقان في فم المعده والشعور بالانتفاخ والتخمه وسوء الهضم. الاستخدام بتاعه من قرص القرصين عند اللزوم، وقت ما نحس بالاعراض ديت من قرص القرصين بحد اقصى في اليوم 10 اقراص. هو مكتوب في النشره الداخليه بتاعته 16 قرص، ولكن مش عايزين نوصل للحد الاقصى، فنخلينا الحد الاقصى 10 اقراص في اليوم، ولكن لو استمرت الاعراض مده طويله يبقى لازم زياره الطبيب. طيب مين اللي ممنوع من استخدام الاقراص ديت؟ عندنا مرضى القصور الكلوي، او الناس اللي عندهم حصوات في الكلى، كمان الناس اللي عندهم سكر غير منتظم، او الناس اللي عندهم نقص في مستوى الفوسفات في الدم، كمان بالنسبة لو بتستخدم مضاد حيوي او بتستخدم دواء للقلب خاصة لانوكسين او كاردكسين، او بتستخدم اي دواء للغدة الدرقية التروكسين او مسايلو، لازم تفصل بينهم وبين الدواء ده اللي هو رينيه على الاقل 3 ساعات. لو بتستخدم اي دواء من الادوية اللي قلنا عليها لازم تفصل بينهم وبين رينيه 3 ساعات على الاقل. الاقراص دي بتستخدم من عمر 12 سنة، من عمر 12 سنة، لا تستخدم لأقل من 12 سنة. طيب سعر العلبة ديت 55 جنيه، العلبة فيها 8 شرايط، سعر الشريط الواحد 7 جنيه. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ياريت تدعمونا بلايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم، إلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.